في حديث شريف يقول أخر نومك للقبر، أخر كذا وكذا إلى أن يقول وفخرك للحساب. إذا يوم الحساب يوم اللي واقف أنت وملايين الأعين من البشر تراقبك، والله هو الشاهد، والملائكة من فوق من حول العرش يسبحون بحمد ربهم هناك. إذا هاي ميزان الصالحات رجحت على ميزان السيئات، ذاك اليوم أنت تقدر تفتخر. يصف الإمام علي سلام الله عليه النار ويقول دار لا رحمة فيها، هاي الرحمة اللي تشوفها الآن تحيط بك في كل مكان في الدنيا، فإن هذه الرحمة لا وجود لها في جهنم يا أخي. وأما الجنة فهي دار ضيافة الرحمن. الجنة فيها كل خير ما تخيلته وما لم تتخيله، فالمسافة بين الجنة والنار ليست مسافة بسيطة. كيف يحصل الإنسان على الجنة؟ ما هو ثمنها؟ وكيف يتقي النار؟ وما هو العمل من أجل اتقاء النار؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة يبين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.